وباش ما باش بلا نمشي اصاحبي نصيدو نوض نوض كيفاش شنو المطري تشوف بحال هاد نوض نوض. السلام عليكم الاخوان، حنا ان شاء الله غنطلقوا المسيد دابا بقيت ديال الفجر كتشوفوا معانا كلشي ناعس كلشي راقد ان شاء الله نتحركوا نستناو في الطوبيس دابا كما كتشوفوا حنا ان شاء الله غاديين في الطريق. السلام عليكم الرياض، معكم هشام وعبد الصمد. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم غنمشيو نصيدو يا راه اللي تجيو. غنمشيو نصيدو، شوفوا معنا البحر كي داير. بحر واعر بكل معنى الكلمة. شو شو عبد الصمد شو عندك هنا؟ عندك هنا شوف. امشيو عليك. داخلين مغامرين. حياتنا هنايا. طب الله يسعدك. امشيو عليك. شت الموضوع كان يجي معنا ولكن اخويا مع شاف الماريه طالعه شويه البحر ما قدرش. البحر واعر اليوم فهمتيني، وان شاء الله الا كانت شي حاصله غنوريو الرياس ونتمنوا من الرياس والدراري كيتفرجوا في الفيديوهات ديالنا يشجعونا. هما المشاش حتى هما كيتسناو في الحصيله. شي مع عبد الصمد ساكن اخرج لكم شي حاجه ان شاء الله. واه نرجعوا لكم من بعد واحد شويه على ما ندوزوا من الطريق هذه كما كتشوفوا كامله مخاطر. ندوزوا من هذه الحافه هذه غتصورني. طلع الريت وطلع صاحبي طلع بشويه عليك. تبارك الله على الريت عبد الصمد تبارك الله. شو شحال ديال الفراخ شفت شي كامل. شو عند الرزق ديالو في البحر تقدر زعما تكلف بهاد الطيور كاملين عبد الصمد. الله يشي يري شوك اصاحبي شو شو لهيه. لاحظ 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 الشعر ضربه واحده الشعر تبارك الله ضربه واحده انا وانتم كاملين ولا لا. كما كتشوف معنا حنا لداخل ان شاء الله في المول. كما كتشوفوا الخوت حنا وصلنا لمصيد لقينا مع الرياض تاع الروب تعاش طعام كلهم عاشقين. الحيمه هذه عباره عن دويده دويده ديال الشمال عاشق تقدر قريب على غير قريب فيه. مبارك مبارك سير الله خويا شتو الصغار طعم البور ياك طعم البور تحيدوا الشكامه بعدا باش ما تعكش الكبش تبارك الله هنا الحي صد ولي فحال كرا صغيرة شي يجي على يدو حسن كدلي ليه هوب سير على الرئيس شكون ديري مزيان ديري سمر لي مع دابا الري سمر الري سليغ موغ مول القناة اجي نصيدو يتواضع معنا هاهو هاديك الريس مروان مروان واحد البوري فين هو البوري واركو اشنو واش قنطرو؟ اسخف شوف صافي سخف سخف اللي مازال سير صبح الله وقنطر يلا سير عود لي بغيت عود يلا سير اللي قرر نشارع حوت كاج مضربه فيه مزيان انا كتبان لي انا مناش خايف خايف من الربطه لك تي رابط مزيان ما قنطر ما خصش رابط مزيان ما غاديش قنطر. شوف واش ضربه فيه مزيان
راه هو كيتشد في حافك تشد تشد ها اشنو غادي كنطر ولا نكنطر هاي هاي علم علم كيف يسر الله اللهم بارك بارك الله كيفاش ياكلهم الحوت كيفاش نصيدو لكم فيديو جديد نوركم طريقه كيفاش تشدو الروطال صوبوا بحال هذا طريقه سهله باش تصوبوا تشدو عود بسمارات بحال هكا ديرو في الجالي ضربوا عليهم سامر سوا لهم خير تقريبا ثلاثه لا ربعه في كل وحده كدير الصمدين هنا كدير من هنا كتبوا عليهم شي لاستيك ولا فيلم ماجيك راه فوق الدليل هذه الشجيره هنا شجيره خاله وكتلي تبارك الله واش كيلون سياك اللهم بارك ها جونس الرئيس من اللي بغيت جبدك حسيتي بحال شي حاجه واغله لا صحيح لا اي معك تلصق بحال لاصق بحال تحس بحال داك خوت السلام كيف جاتك اخويا عبد الرزاق الحصيله ديالي الحمد لله كانت حصيله مباركه روطال وبوري ومخلطه وكيفاش تنقي البوري تنقي هذه البوري ساهله ماشي شي حاجه ورينا لهم في الفيديو ورينا لهم في الفيديو غيكونوا استفادوا ان شاء الله شوفوا مزيان وما ينساوش لايك وما ينساوش كيفاش نصيدوا راه قناه جديده ابونا قناه جديده الله ان شاء الله وكيفاش اخويا نصيدوا البوري كيفاش نصيدوا هي كيفاش نصيدوا مع الرئيس هشام من الرياض وكاع اللي شاف الفيديو بارطاجي معنا هاد الفيديوهات ديالنا باش يوصلوا لاكبر عدد من الناس باش يستافدوا معنا راه مكرهناش كاين واحد الطلب بغينا بكل في ان شاء الله يكون واحد جيم باش الفيديو يتلونص ان شاء الله ويوصل للصفحات في يوتيوب زعما يكون من الاوائل ان شاء الله واللي ما مشاركش معنا يشارك معنا في القناه راه كاع المعلومات اللي عندي ان شاء الله غنشاركها معكم كان معكم اخوكم هشام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.